عدنا مشاهدينا من جديد والحديث أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن يتواجد معنا في الاستوديو الأستاذة هند عبد العزيز الحويدي، مدير إدارة التعليم والتثقيف البيئي في شركة بيئة. حياك الله أستاذة هند، نورتينا في برنامج أماسي. يعني شركة بيئة من الشركات يعني الرائدة في مجال الاستدامة، يمكن يعني إدارة أو عفوا إعادة تدوير النفايات هي مهمتها الأساسية. يعني اليوم تتحول هذه الشركة إلى شركة قابضة، نتحدث عن هذا الموضوع، يمكن حتى نعرف السادة المشاهدين بشركة بيئة نفسها، متى تقريبا تأسست وكم من العمل، تقريبا عمرها يمكن أكثر حتى من 10 سنين. نتحدث عن هذه الميزة التي تميزت بها أيضا والتطور الذي وصل إليه حتى رأيناها بهذه الصورة. طبعا شركة بيئة هي شركة أسست في عام 2007، كانت عبارة عن شراكة ما بين القطاعين العام والخاص. طبعا تأسست بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اللي رؤيته ركزت على مجالات تعزيز الاستدامة وبالأخص في إمارة الشارجة. طبعا بدت بالعديد من التحديات، وكان التركيز الأساسي في البداية على مجال إدارة النفايات، وتوسعنا في العديد من المجالات. نعم، تحدث اليوم أنها تتحول إلى مجموعة قابضة، يعني نود التركيز أو كذلك التوسع في يعني في هذا المفهوم، يعني ما هو الفرق بين شركة بيئة وكذلك مجموعة قابضة؟ إذا بنشرح أكثر أن شو الفرق من بين شركة بيئة ومجموعة بيئة والتحول اللي صار. شركة بيئة في البداية كانت عبارة عن شركة عندها العديد من المجالات والقطاعات اللي تركز على استدامة جودة الحياة. يعني إذا مثلا بنتكلم عن بيئة تنظيف اللي هي خاصة بجمع النفايات من المدينة، أو بيئة لإعادة التدوير اللي هي كانت خاصة باستعادة المواد، هي كانت عبارة عن شركة في عندها هاي الأقسام مثل ما نسميها اللي تشتغل على العديد من المجالات. الفرق اللي استوى أنها تحولت بيئة إلى مجموعة قابضة، تحولت القطاعات اللي تحتها إلى شركات خاصة. هاي الشركات هي شركات منفردة ومستقلة تتخصص في مجالات عملها. نعم، نود كذلك من خلال هذا المحور التركيز على الهدف من هذا التحول، ما الذي إن شاء الله سيضيفه كذلك على شركة بيئة؟ طبعا الهدف من هذا التحول أنه يساعد هاي الشركات اللي موجودة تحت مجموعة بيئة أن تركز على مجال تخصصها، بالتالي هذا بيسمح لها أنها تنمو وتتوسع وتاخذ هذا التطور إلى خارج حدود الدولة، مو بس يعني تركيزنا على دولة الإمارات. يعني إذا بنضرب مثال الخدمات اللي قدمتها بيئة تنظيف، احنا توسعنا فيها إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. فالتحول إلى مجموعة قابضة بيساعدنا أن ناخذ شركات بيئة الأخرى اللي هي شركة بيئة لإعادة التدوير، بيئة للنقل، بيئة للتعليم إلى خارج حدود الدولة. جميل، نود كذلك معرفة أهم الخدمات تقوم بها كذلك شركة بيئة، وكذلك يعني تحولها مثل ما ذكرت إلى دول شقيقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر. نود كذلك التركيز على الخدمات تقوم فيها هذه الشركة في دولة الإمارات، في إمارة الشارقة وكذلك في الدول الأخرى. طبعا الحين الشركات اللي موجودة تحت مجموعة بيئة هي 6 شركات: بيئة للتنظيف، بيئة لإعادة التدوير، بيئة للنقل، بيئة للتعليم، بيئة للخدمات البيئية، وبيئة للرقميات. فبعطي نبذة عن كل هاي الشركات عشان يكون في صورة أوضح. طبعا الخدمات اللي قدمها كل هاي الشركات حق إمارة الشارجة، دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. إذا بنتكلم عن بيئة للتنظيف اللي هي خاصة بجمع وتنظيف النفايات من المدينة، طبعا بدينا بإمارة الشارجة وتوسعنا لباقي الإمارات وأخذنا هاي الخدمة إلى خارج دولة الإمارات. إذا نتكلم عن بيئة لإعادة التدوير اللي هي تركز على استعادة المواد وإعادة تدويرها بهدف طبعا تحقيق استراتيجية بيئة للوصول إلى هدف 0 نفايات. بيئة للطاقة تركز على الطاقة الجديدة والمتجددة، طبعا من خلال تأسيس شركة اللي هي شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي طبعا هاي شراكة ما بين مجموعة بيئة وشركة مصدر في أبوظبي. إذا ما نتكلم عن بيئة للتعليم اللي توفر هدف التدريب والتطوير وزيادة الوعي البيئي للمجتمعات، سواء كانت فئة مدارس، فئة جامعات، فئة مؤسسات وأفراد، كلها تهدف إلى زيادة الوعي البيئي. بيئة للرقميات تركز على الابتكارات التكنولوجية والمشاريع الرقمية. بيئة للنقل تركز على أهداف النقل المستدام، بحيث أن تكون في عندنا شواحن كهربائية، في عندنا أساليب نقل ذكية وحديثة. وبيئة للخدمات البيئية اللي تركز على المشاريع البيئية والبحوث والابتكارات.
الحدث كذلك يعني نرى هناك نسب عالية، ويعني ميزة كذلك تميز فيها شركة بيئة أن تأخذ دائما النسب العالية في إدارة النفايات. نود التركيز على هذه الاستراتيجية التي أخذتها على عاتقها منذ تأسيسها وحتى الآن. نتحدث عن مشروع استدامة، وهذا المشروع الذي تبني عليه منذ انطلاقتها وحتى هذا اليوم أيضا. رؤية شركة بيئة هي تركز على الريادة في استدامة جودة الحياة، والهدف أو الاستراتيجية اللي حاليا شغالين عليه الوصول إلى صفر نفايات. جميل. طبعا هذا يتم بالتعاون والتكامل ما بين الشركات الواقعة تحت شركة بيئة بشكل متكامل. إذا بنتكلم عن بيئة للتنظيف اللي هي تجمع النفايات وتنظف المدينة، انتقالا إلى بيئة لإعادة التدوير اللي تقوم بإعادة تدوير المواد واستعادتها، وصولا إلى بيئة للطاقة اللي تهتم بالطاقة المتجددة والنظيفة. حاليا إذا بنتكلم أكثر عن النسب، إمارة الشارجة حققت أعلى نسبة في تحويل النفايات عن المكبات اللي هي نسبة 76%، وهي الأعلى في المنطقة. طبعا هدفنا الوصول إلى صفر نفايات وتحويل النفايات بنسبة 100%، فالنسبة المتبقية من النفايات الغير قابلة لإعادة التدوير بيتم تحويلها إلى طاقة متجددة. نعم، يعني تحدث كذلك عن أن بيئة بصدد إن شاء الله إطلاق مشروعها الأول هي محطة تحويل النفايات إلى طاقة. نود تركيزنا على هذا المشروع إن شاء الله الذي سيرى النور، وستكون إن شاء الله انعكاساته بشكل أكبر على يعني إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة حاليا في مرحلة الاختبار. جميل. وإن شاء الله بيتم إطلاقها في هاي السنة. الهدف منها تحويل النفايات الغير قابلة لإعادة التدوير إلى طاقة متجددة. الطاقة بتكون بنسبة 30 ميجاوات من الطاقة النظيفة اللي بتقدر تزود 28,000 منزل في إمارة الشارجة بالكهرباء. فمثل ما قلنا الهدف أن نوصل نسبة 100%، فحاليا النسبة 76%، النسبة المتبقية اللي هي نسبة 24% هذه اللي بيتم تحويلها إلى طاقة من خلال محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة. جميل، كذلك ألاحظ يعني من خلال الخدمات المقدمة من شركة بيئة هناك تنويع، يعني أهمية هذا التنويع والتميز كذلك في شركة بيئة وحرصها على هذا الأمر من خلال ما نراه، وكذلك توسعها إلى دول الخليج بالتأكيد ودول العالم أيضا. طبعا التنويع شيء وايد مهم، مثل ما قلنا احنا نركز على قطاعات عديدة، هي شركة متكاملة واستراتيجية متكاملة. يعني احنا نسمي شركة بيئة شركة متكاملة في الإدارة البيئية. جميل. نبدأ بتوفير الحاويات، توفير الموارد عشان الأشخاص اللي موجودين يقومون بإعادة التدوير. في عندنا آلياتنا الخاصة، في عندنا مجمع بيئة اللي هو الخاص بإدارة النفايات اللي موجود في منطقة الصجعة والحائز على العديد من الجوائز. يعني إذا نتكلم عن الإدارة هي إدارة متكاملة، يعني لازم نركز على إعادة التدوير، لازم نركز على الطاقة، لازم نركز على التوعية والتثقيف البيئي، لأنه يعني في النهاية كله يعني عمل متكامل. صحيح. نود كذلك معرفة يعني التعاون كذلك من قبل شركة بيئة مع الشركات الأخرى حتى تأخذ مثلا تبادل خبرات، تبادل معارف، حتى يعني يكون في توسع أكثر في مجال الاستدامة. ما شاء الله يعني شركة بيئة ما شاء الله يعني دائما في تفوق، دائما في تميز، دائما في يعني مقاييس جميلة وصلت إليها كجهة رائدة في مجال الاستدامة. نود معرفة هذا الموضوع كذلك. طبعا الشراكات شيء وايد مهم مثل ما ذكرتي. في عندنا الشراكة اللي ذكرتها مع مصدر اللي هي أسست شركة الإمارات. صحيح. لتحويل النفايات إلى طاقة. في عندنا العديد من الشراكات تكون مع شركات دولية بحيث أن إحنا نشتغل على العديد من المشاريع. في عندنا العديد من المرافق اللي موجودة في مجمع بيئة لإدارة النفايات. هاي المرافق في العديد منها كلها تم عملها بالتعاون مع شركات دولية بحيث أن في النهاية الهدف الأسمى اللي هو تحقيق الاستدامة والريادة في جودة الحياة. نعم. تحدث كذلك يعني أستاذ هند، بما أنك أنت كذلك في التثقيف البيئي، كيف رأيتم كذلك انعكاسات هذا الموضوع ومساهمة كذلك شركة بيئة في إمارة الشارقة في توعية الناس مع مفهوم الاستدامة كذلك ومفهوم الحفاظ على البيئة في ضم يعني التلوث الذي يعيشه بشكل عام العالم؟ يعني نتحدث عن هذا الموضوع وزرع هذه الفكرة كذلك مع هذا الجيل أيضا. طبعا التثقيف البيئي شيء وايد مهم. صحيح. احنا ما نقدر نبدأ بالمبادرات اللي
عملناها في شركة بيئة من غير ما نوعي المجتمع عن الآليات والطريقة الصحيحة للممارسات المستدامة. صحيح. في عندنا برامج متخصصة، في عندنا برامج خاصة بفئة طلاب المدارس بحيث أن نوعيهم من خلال التعليم التفاعلي، مسابقات نطرحها بشكل سنوي، في عندنا أشياء خاصة بالجامعات، في عندنا مبادرات خاصة بالأفراد والمؤسسات، كلها هدفها زيادة الوعي البيئي. يعني إحنا ما نقدر نطلب من الناس أن يمارسون مبادرات مستدامة بدون التعليم والتثقيف البيئي. يعني في ناس ممكن تكون عندهم المعرفة البيئية، بس في ناس ممكن يحتاجون المزيد من التعليم والتثقيف، وهذا دورنا الأساسي أن إحنا نساعدهم ونزودهم بالمعرفة اللي يحتاجونها. كيف رأيتم كذلك يعني مدى الوعي حاليا من إمارة الشارقة بمدنها بمناطقها؟ يعني أرى من خلال يعني كوني أنا من المنطقة الشرقية، أرى هناك متوزعة شركة بيئة في كل المناطق تقريبا، هناك يعني خدمات مقدمة في كل المناطق التابعة لإمارة الشارقة، كيف رأيتم الوعي مع هذه الخدمات التي تقدمها كذلك شركة بيئة؟ طبعا احنا دائما نربط الوعي بنسبة النسبة اللي هي ذكرتها، تحويل النفايات عن المكبات. كل ما زاد وعي الأفراد والسكان اللي موجودين عندنا في إمارة الشارقة كل ما زادت هاي النسبة، وإحنا ما كان ممكن نوصل حق نسبة وايد عالية في تحويل النفايات عن المكبات إذا ما كانوا الأشخاص أصلاً واعين بيئياً ويعرفون الممارسات المستدامة، فهذا الشيء اللي وايد ساعدنا نقيسه طبعاً من خلال هاي الآلية. نعم. تحدث كذلك يعني نعود إلى تغيير كذلك شركة بيئة إلى مجموعة قابضة، عفوا نتحدث عن هذه الهوية الجديدة، ماذا سوف يعني تفاجئ فيه شركة بيئة كل من يعني يتعامل معها من الشركات أو حتى من الجهات والدوائر وكذلك أفراد المجتمع مع هذه الجهة العريقة في مهمة الاستدامة أيضا؟ طبعا احنا هدفنا الأسمى اللي هو الريادة في استدامة جودة الحياة. نعم. احنا إذا بنتكلم عن إمارة الشارقة احنا بنكمل أن نقدم أعلى معايير الجودة للإمارة وللسكان عن طريق توسيع نطاق عملياتنا، وإن نقدم لهم أفضل الحلول والابتكارات، أهم شيء لخدمة السكان وخدمة الإمارة. توسيع نطاق عملياتنا بحيث أن إحنا مو بس مركزين على دولة الإمارات، يلسين ناخذ أعمالنا إلى خارج الدولة، بدينا في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإن شاء الله آمنين أن نتوسع زيادة. ومثل ما ذكرنا يوم نتكلم عن استدامة جودة الحياة هي تتكلم عن المجال البيئي ومختلف الجوانب اللي في النهاية تأثر على جودة حياة السكان، فإن شاء الله بيكون في المستقبل القريب إعلانات جديدة أن بخصوص هاي الشركات اللي بيتم طرحها تحت مجموعة بيئة إن شاء الله. يعني تحدث كذلك عن مقر جديد إن شاء الله سوف تنتقل إليه بيئة، أنا أود التركيز على هذا المقر الجديد، ماذا سوف يتميز أيضا بمميزاته من خلال هذا المبنى أيضا؟ مقرنا الرئيسي يعكس رؤية بيئة اللي هي تركز على الاستدامة. صحيح. بما أن الشركة مستدامة لازم المقر الرئيسي يعكس هذه الرؤية. نعم. فالمقر هو من تصميم شركة زاهة حديد للهندسة المعمارية، يتميز بأعلى معايير الاستدامة، بيكون إن شاء الله من أذكى المباني في العالم وأكثرها استدامة، يركز على الطاقة المتجددة وعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث أنه يعكس رؤية شركة بيئة، وإن شاء الله فور اكتمال والانتهاء من المبنى اللي إن شاء الله بيكون هاي السنة بينال أعلى تصنيف اللي هو التصنيف البلاتيني في الريادة للطاقة والبيئة. جميل. نود كذلك يعني مثل ما يعني جاوبتي أو أشرتي كذلك في إجابتك إلى الذكاء الاصطناعي، نود التركيز على توظيف شركة بيئة لهذا العنصر المهم كذلك في ضوء التطور الذي يعيشه يعني تعيشه دولة الإمارات وكذلك العالم بشكل عام. طبعا الذكاء الاصطناعي شيء وايد مهم، استراتيجية شركة بيئة تركز على الاستدامة والتحول الرقمي. طبعا من خلال التركيز على الاستدامة كان في البداية بيئة كانت الشركة اللي هي الرائدة في مجال الاستدامة عن طريق توفير أفضل الحلول والابتكارات لمختلف التحديات البيئية، بس عشان إحنا نقول إن إحنا شركة مستدامة بالكامل كان لازم ندخل التحول الرقمي، فركزنا على إيجاد أفضل الحلول والابتكارات منها اللي هي تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا عشان إحنا يكون في عندنا الاستدامة والتحول الرقمي بشكل متكامل. نعم. يعني أود كذلك يعني استغلال وجود أستاذة هند ونتعرف كذلك على الأقسام الرئيسية في شركة بيئة، أهم كذلك تفرعاتها كذلك في المناطق الأخرى هنا التابعة لإمارة الشارقة. الشركات التابعة لبيئة مثل ما ذكرت اللي هي بيئة للتنظيف، بيئة لإعادة التدوير، بيئة للطاقة، بيئة للخدمات البيئية، بيئة للنقل، بيئة للتعليم، فكل هاي الشركات هي اللي تقدم الخدمات لسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات وخارج دولة الإمارات، تركز كلها على الريادة في استدامة جودة الحياة وإن نوفر حلقة متكاملة تركز طبعا على نظام الاقتصاد الدائري. جميل.
نود كذلك معرفة أهم الإنجازات التي قامت فيها شركة بيئة خلال العام المنصرف 2021، وإن شاء الله الخطة التشغيلية القادمة لها لكي تعود كذلك بقوة مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن كل مؤسسة على حدة هنا في إمارة الشرقة وضعت لها بصمتها المميزة. نود التعريف أو التعرف أيضا على الخطة التي عملتم فيها خلال 2021، أهم الإنجازات التي وصلتم إليها كذلك وانضفت خلال هذا العام المنصرف. طبعا من الإنجازات اللي إحنا وايد فخورين فيها هو التوسع إلى خارج دولة الإمارات، مثل ما ذكرتي يعني كان في العديد من التحديات، بس إحنا في ظروف كانت وايد صعبة يعني العالم كله يمكن كان يواجهها، إحنا قدرنا نتوسع إلى دولتين خارج الإمارات اللي هي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهذا يعتبر من الإنجازات الكبيرة اللي إحنا حققناها في خلال عام 2020 و2021. يعني هدف وايد كان كبير إن إحنا أخذنا حدود أعمالنا من بس دولة الإمارات، خذنا وتوسعنا فيه إلى خارج الدولة كذلك. نعم، هل هناك إن شاء الله يعني تعاون في الفترة القادمة مع دول أخرى تقريبا أو خطة تشغيلية قادمة إن شاء الله لشركة بيئة؟ هو طبعا دائما في نقاشات، يعني إحنا نستقبل العديد من الوفود من مختلف الدول، ف دائما في نقاش للتوسع سواء كانت في المرافق اللي موجودة عندنا، بحيث ان احنا نحاول ندور حل لكل المخلفات البيئية اللي موجودة عندنا حاليا من خلال المرافق اللي موجودة في المجمع، العديد منها من خلال شراكات دولية، ونركز طبعا على الاستمرار في هذه الشراكات. نعم، نود كذلك يعني رؤية شركة بيئة المستقبلية إن شاء الله والتي ستكون وستتحقق إن شاء الله في عيون بيئية ضمن يعني أهالي إمارة الشارقة وبمدنها إن شاء الله. طبعا إحنا يعني إمارة الشارقة هي مقر عملنا ودائما نركز عليها، ركزنا في البداية أن تكون إمارة الشارقة هي العاصمة البيئية في دولة الإمارات وفي المنطقة بشكل عام، فمن خلال رؤيتنا اللي هي استدامة الريادة في استدامة جودة الحياة، نركز على أن نرفع بمعايير الجودة وباسم إمارة الشارقة لأبعد الحدود، نبدأ كل شيء طبعا بإمارة الشارقة وبعدين إحنا نتوسع إلى خارج الإمارة. نعم، نود كذلك يعني استغلال فرصة وجود أستاذة هند، يعني الإدارة الخاصة بك اللي هي ذات التعليم والتثقيف دورها كذلك في شركة بيئة، ما الانعكاسات والجهود وكذلك الأمور التي تقوم فيها هذه الإدارة بغض النظر عن الإدارات الأخرى؟ بالتأكيد يعني نلقي لهم كل التحية والشكر بكل الجهود التي يقدمونها لهذه الشركة أيضا. مثل ما ذكرنا إحنا قبل كانت عبارة عن إدارات وعبارة عن أقسام، حاليا اللي بيستوي أن بيئة للتعليم بتكون هي شركة خاصة تركز على زيادة الوعي البيئي من خلال البرامج العديدة اللي نطرحها. طبعا من خلال التحول إلى شركة إحنا نقدر ناخذ المبادرات البيئية اللي طرحينا إلى خارج الدولة، مثل ما توسعت الشركات الأخرى اللي هي مثلا بيئة للتنظيف إلى المملكة العربية والسعودية، حاليا شغالين أن ناخذ بيئة للتعليم إلى الدول اللي احنا توسعنا فيها. نعم، كل ما نختم في هذا اللقاء يعني ويعني فرصة نستغلها من خلال شركة بيئة لرسالة مثلا تودون إرسالها إلى كل من يتابع برنامج أماسي حتى يتعرف على هذه الشركة العريقة، الشركة المتميزة التي تأسست أكثر من 10 سنوات في مجال الاستدامة، تطورت حتى أصبحت إلى نطاق أوسع وصل إلى دول الخليج وكذلك جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله ترون النور إن شاء الله في الدول الأخرى يعني من خلال الخدمات التي تقدمونها في شتى إمارة الشارقة عفوا بمدنها المنطقة الشرقية والوسطى أيضا. طبعا احنا فخورين جدا بالتحول الى مجموعة قابضة، يعني اعتبر هذا انجاز لشركة بيئة، يعني احنا صح غيرنا من الهوية المرئية لشركة بيئة، في عندنا شعار جديد اللي هو يعكس الترابط والتلاحم ما بين الشركات اللي هي موجودة تحت مجموعة بيئة، بس في النهاية الهدف الأسمى اللي هو الريادة في استدامة جودة الحياة وخدمة السكان والدولة. يعني أستاذة هند استمتعت معك في هذا اللقاء وكل التوفيق لكم في كل الجهود التي تقدمونها في مجال الاستدامة، وإن شاء الله نرى لكم النور والتميز أيضا في خدماتكم التي تقدمونها ليس فقط على مستوى يعني دولة الإمارات ولا دول الخليج، إن شاء الله على مستوى العالم. إذا نشكر أستاذة هند عبد العزيز الحويدي مدير إدارة التعليم والتثقيف البيئي في بيئة، شكرا لك التواجد اليوم معنا ويعطيك العافية وكل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا ومشكورين على الاستضافة. الله يخليك.